على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن دارين نقيف مع آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شوف لقمان الحكيم وصى ولده الصغير، وصى ولده بوصية، الوصية دي ربنا سبحانه وتعالى جاب في القرآن الكريم. يلا قال لي ولده، قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ده حاجة كعبة. طيب الشرك هو شنو؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله في أحد خصائص الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يا أخواننا، زول بنادي غير الله، عتر قال: يا البرع تلحقنا وتفزعنا، ده شرك بالله سبحانه وتعالى، ده ما بجوز. ليه شرك؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الزول لو نادى له زول زيه كده بيكون خطاه إله مع الله سبحانه وتعالى، وده ما بجوز يا أخوان. انت عارف الزول البنادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، ده ربنا قال: أنا بحبط له الأعمال بتاعته دي كلها. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ربنا سبحانه وتعالى قال: الشرك ده دي الجريمة الوحيدة اللي أنا ما بغفرها. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك ده يا أخواننا، الزول البنادي غير الله ده، يخلي الله ينادي له زول زيه، زول بياكل وانت بتاكل، وهو بيشرب وانت بتشرب، والشيخ ده بيمشي الحمام وانت بتمشي الحمام، والشيخ بيمرض وانت بتمرض. الزول البنادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى ده، الله قال: أنا حرمت عليه الجنة. ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كده أخواننا الشرك ده كعب. شوف الطفل من صغير يعلموه العقيدة الصحيحة ويعلموه التوحيد. لشنو يتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ لأنه يا أخواننا ده بيعلم الأمة كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا غلام إني معلمك كلمات. الغلام ده الطفل الصغير ما بلغ سن البلوغ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه من صغير العقيدة والتوحيد. قال: فقال لي: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وزول يا أخواننا يحفظ الله كيف؟ تعمل الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها، تعمل الطاعات، تصلي وتصوم وتزكي وكده، وتجتنب المحرمات. أي حاجة الله قال هي حرام انت ما تعملها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال لي: إذا سألت فاسأل الله. وده غلام صغير طفل،
لسه ما بلغ سن البلوغ. قال له اذا سالت فاسال الله. قال لك ان دير تنادي تنادي الله وما تناديني انا ذاته. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لي ناديني انا. الليله في ناس في السودان الصوفيه بيعلموا الناس الشرك بالله سبحانه وتعالى، زي ما قال البرعي في كتابه رياض الجنة ونور الدجنة، قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قال فقل يا ولي الله إسماعيل. شوف ده بيعلم الناس الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة. عشان كده الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بيهتموا بنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة. فيا أخواننا الشرك ده، الشرك بيحبط العمل وربنا ما بيغفره وبيخلد الزول في النار. ده الشرك، الزول كونه زول ينادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، ده شرك. وأيضا من الشرك يا أخواننا تعليق التمائم والحجبات، ده من الشرك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى في بعض الرقى شركية. دي بتاعت الصوفية دي لشنو؟ لأنه بيذكروا أسماء بتاعت الشياطين وما بيقولوها باللغة العربية، وحتى أنت ما بتسمع ذات إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم دي الحجبات، الحجبات بتاعتنا في السودان دي في الشريعة الإسلامية اسمها تميمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي من الشرك. ليه يا أخواننا من الشرك؟ لأنه فيها توكل على غير الله سبحانه وتعالى. الزول الصوفي تقول لي أنت لابس الحجاب ده لشنو؟ يقول لك الحجاب ده بيحميني من السكين، وبيحميني من العقرب، وبيحميني من العكاز، وبيحميني من الحاجات الثانية. تقول له ده ما بجوز. ليه؟ لأنه ده فو توكل على غير الله سبحانه وتعالى. وتقول له ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا البسوه، بل انه الرسول قال من الشرك. الصوفي بيقول لك ده من القرآن، بيلبس على الناس وكده، بيقول لك ده ما فوق قرآن، انتوا قالين فوق شنو؟ يقول لك الحجاب ده فوق قرآن، وهو ذول كذاب ساكت. ده جوا فو نجوم وفو طلاسم فو مربعات. الحجاب ده لو كان حتى من القرآن ذاته ما بجوز. لشنو؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله ما قال ألبسوا حجبات، ولا قال أعملوه بخرات واتبخروا به، وما قال أعملوه محايات وأشربوه، وإنما قال أدبروه، أحفظوه الحفظ الصحيح، وأفهموه الفهم الصحيح، وأعملوا به العمل الصحيح، وعلموه للناس عشان الخير يعم في المسلمين. لكن الصوفية الليلة ما بيطبقوا القرآن الكريم، بل أنهم بيخالفوا القرآن الكريم. فتعليق التمائم والحجبات ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وايضا يا اخواننا من الامور اللي بتوقع الزول في الشرك، بتوقع الزول في الشرك بالله سبحانه وتعالى، الطواف بالقباب والاضرحه. ناس يمشوا يطوفوا بالقبه ويعتقدوا في الزول الميت ده انه هو بينفع وانه هو بيضر. ده من الوسائل اللي بتوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. تلقى الناس يمشوا يتمسحوا بالتراب بتاع الشيخ، يخشوا القبة جوا، تلقاهم يشيلوا في التراب ويسفوا فيه ويطوفوا، يطوفوا حتى بالضريح الجوا ده بالزول الميت. وده كلام باطل. عملوا لهم حج هنا في السودان، حتى يقول لك إن فاتك الحج في الحجاز ما يفوتك في بحراس هنا. الحج يا أخواننا هناك في مكة، الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. عشان كده يا أخواننا لقمان الحكيم سماه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال وإذ قال لقمان لابنه. العلماء سموه حكيم لشنو؟ لأنه وصى ولده بالعقيدة والتوحيد من صغير. قال لي يا ولدي ما تنادي إلا الله،
هس الليلة نادر جدا ما تلقى لك أبو بيوصي ولده الصغير هذه الوصية دي. هس لو الوالد دير يوصي ولده إلا من رحم الله يقول له أنا خليت لك الحواشة دي أبقى على 10، والثاني يقول له أنا خليت لك الدكان ده أبقى على 10، والثالث يقول له أنا خليت لك العربية دي أبقى على 10. لكن نادر جدا ما تلقى والد يوصي ولده يقول له يا ولد أوعك تنادي الشيخ وأوعك تلبس الحجاب وأوعك تطوف بالقباب والأضرحة، ده نادر جدا. لكن لقمان الحكيم لما وصى ولده الصغير بالوصية دي ربنا جاب في القرآن الكريم. عشان كده أخواننا نحن بنقتدي بالكتاب، بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنعلم أولادنا وبنعلم أخواننا الصغار التوحيد والعقيدة الصحيحة. لشنو؟ إنت تتعلم من السدية تبقى زون نجيط في عقيدتك، تنادي إنت الله وما تلبس الحجاب وما تمشي الطوب بالقباب والأضرحة. ولو لقيت زول بنادي غير الله تقول له يا عم، لو إنت ما صغير ولقيت زول كبير بنادي في الشيخ تقول له يا عم الكلام ده غلط، تقول له غلط. لشنو؟ لأنه الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لقي الزول لابس له حجاب تقول لي يا عم الكلام ده غلط، لأنه دفو توكل على غير الله سبحانه وتعالى. لقي الزول كبير بيطوف بالقباب والأضرحة تقول له الكلام ده غلط، لأنه الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي غلام، في غلام دي أنا قصة أجيب لكم، في غلام صغير، الغلام ده برضو زي المرحلة بتاعتكم دي لسه ما بلغ، ده مذكور في سورة البروج. ربنا قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الغلام ده كان طفل، كان طفل صغير، وده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بملك جبار. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، والرواية هي من رواية صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك، كان في ملك كبير ماسك الدولة، والملك ده كان عنده ساحر. الساحر ده هو زول دجال بيدعي علم الغيب وبيكتب الحجبات للناس وكده، وبعلم الناس الشرك زي الكلام بتاع الصوفية ده. الساحر ده لما انكبر في السن بقى زول كبير في السن وكده، ده قال للملك، قال لي أنا خلاص كبرت في السن وأجلي بعد ده قرب، قال له داير لي غلام طفل صغير عشان أعلمه السحر. فالملك طوالي جاب له غلام عشان يعلمه السحر، جاب له طفل صغير عشان يعلمه السحر. الغلام ده كان بيمشي للساحر وبيجي للملك وبيمشي لأهله. في الطريق بين الملك وبين الساحر كان في راهب، راهب ده زول عابد عنده آيتين أو ثلاثة بيعبد بين الله. فالغلام الصغير الطفل الصغير ده جسمع من الكلام بتاع الراهب فيتكيف وسمع به وقال ده كلام كويس وتمام كده. وفي يوم، في يوم عظيم كده ده الغلام ده جماشي وفي دابة كبيرة سدد على الناس الطريق. الغلام الشافع الصغير ده شوف العقيدة بتاعته كيف، العقيدة بتاعته في الله، ما في شيخ ولا في صالح ولا في طالح ولا أي حاجة، شال له حجر صغير وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. شوف قال اللهم، يعني معناته يا الله، إنت هنا لو اعترت تقول يا الله طوال. فالدابة دي ماتت وفاة الناس، فالطفل الصغير الغلام ده فات ورا الراهب قال له حصل كده وكده وكده وكده. ف الراهب قال له أي بني إنك والله اليوم أفضل مني، قال له إنك ستبتلى
قال لي فإن ابتليت فلا تدل علي. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال جابوه والملك سأله، وبعد ذلك دل على الأعمى ودل على الراهب وجابوه. القصة طويلة، أنا بختصر عليكم. الغلام ده عشان يجبروه إنه يخلي الدين بتاعه، يخلي التوحيد والعقيدة الصحيحة، الملك قال لهم شيلوه وطلعوه في الجبل فوق. كان رجع عن دينه خلاص، كان ما رجع ألقوه في الأرض. لما طلعوا بولد في الجبل فوق قال اللهم أكفنيهم بما شئت. شوف ده طفل، ده غلام نادى الله، انت برضو تنادي الله. بعد ما ربنا نجاه ما فات، ما قال أنا ربنا نجاني من الناس ديل أمشي خلاص، تاني فات للملك. الملك قال له ما فعل أصحابك، الناس عملت فيهم شنو؟ فقال كفانيهم الله سبحانه وتعالى. وبرضو تاني مرة تاني أمر الجنود بتاعنه إنه ودوه البحر ويغرقوه في البحر، ده الغلام. فلما انحصروا نص البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، ربنا نجاه. فجل الملك قال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الملك قال له أنا أكوت لك كيف؟ قال له تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في صعيد واحد في أرض واحدة، وتصلبني وتشيل سهم من الكنانة بتاعتي. شوف الغلام ده ما بلغ، ده عنده سهم ها وعنده قوس. شوف الغلام ده زول راجل كيف. قال لي إنك لست بقاتلي حتى تصلبني وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. شوف الغلام ده دير يدخل الناس كلهم في الإسلام. الملك جمع الناس كلهم في محلة واحدة وأخذ سهم، أخذ سهم من الكنانة تحت الغلام وقال بسم الله رب الغلام. الناس كلهم قاعدين يسمعوا، الكبير والصغير والنسوان كلهم قاعدين يسمعوا. فطوالي فك السهم في الغلام، السهم وقع في الصدغة الغلام فمات الغلام. شوف الرسالة اللي كان دير يوصلها الغلام للناس وصلت، اللي هي التوحيد، وإنه الناس ينادوا الله براه ويتعلقوا في الله براه وما يتعلقوا في الملك ده. فالناس كلهم دخلوا في الإسلام. إنت برضو خليك فداء لهذه الدعوة، تتعلم العقيدة من صغير. وشفت إنت لما تتعلم العقيدة والتوحيد تبقى زول نجيط، الصوفية ديل بيعادوك. الصوفية ديل من السدية ما بخلوك، إنت ما تخليهم برضو. إنت تقول لهم يا ناس إن إحنا بس دارين منكم تنادوا الله وما تنادوا الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنت تحفظ القرآن، تحفظ الآيات، لو دار تمشي تعمل لك نصيحة للناس تحفظ الآيات وتحفظ الأحاديث وتحفظ التفسير الصحيح لأهل السنة والجماعة، عشان ما تمشي تفسر القرآن الكريم على هواك تضلل الناس. فدي وصيتي لأخواننا ويعني أبنائنا وأخواننا الصغار ديل، إنه أخواننا زول يمسك في العقيدة وتتعلم العقيدة الصحيحة. وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليكم هنا في القرية دي بالخلوة السلفية دي، إنت تمسك فاقة وما تمشي للصوفية. ولو لقيت شافع صغير برضو ماشي للصوفية تقول له تعال، الناس ديل بيضللوك والناس ديل بينحرفوك بيخلوك تنحرف عن الصراط المستقيم، وإنت أشتغل دعوة هنا في أهلك. شفت التوحيد ده؟ التوحيد ده بيجيب الرزق من السماء، مش الليل الناس بيشتكوا من الغلاء وبيشتكوا من الضيق بتاع المعيشة وبيشتكوا من الجد والقحط. نقول لهم التوحيد ده بيسر لكم أموركم كلها. الدليل ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نحن نختم برضو بالتوحيد، تنادي الله وما تنادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، وتتوكل على الله ما تتوكل على التمائم وعلى الحجبات، وتمشي الطوب بمكة هناك ما الطوب بالقباب والأضرحة، ما تشتغل بالكلام اللي بيقولوه الرؤساء بتاعين الأحزاب السياسية دين. دين الناس ما عندهم موضوع، وناس بيفارقوا دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم شايفين إنه العزة والتمكين والنصرة
بيكون في العلمانية بتاعتهم دي. لا لا، العزة والتمكين بيكون بديني الإسلام، والدعوة دي منصورة يا أخوانا، الدعوة بتاعت التوحيد دي منصورة. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه التابعين ما بعد. إن شاء الله أذكر أخواني الصغار بوصايا بسيطة إن شاء الله. الوقفة الأولى إني يا ناس، نحن في الدنيا دي خلقونا لغاية، الله ما خلقنا ساي، يعني ما خلقونا الناس يأكلوا ويشربوا ويلعبوا زي ما شوفع كلهم بيلعبوا وكذا. ربنا خلقنا لغاية، الغاية اللي خلقنا لها دي إنه نعبده سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان الله ما خلقه للعب ولا للشغلة، شايفيننا ناس جارين جري تقيل في الدنيا ومشغوليات وغيرها، الله خلقنا لحاجة معينة. فالإنسان في الدنيا دي عشته كلها يخليها للغاية اللي خلقه لها. كويس، تركز إنه أنت خلقك للعبادة، الدنيا دي كلها الله خلقها لك عشان تعبده. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات، هو الذي خلق لكم ما في السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. في الأرض كذا الخلق لنا نستعين به للطاعة ونستعين به للعبادة. فتخون ده هدفك، هدفك في الدنيا إنه شنو؟ تعبد الله تبارك وتعالى براو. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون دي غايتك، تخون تامينسي تقرأ القرآن، تتعلم، تطلب العلم عشان تحقق الغاية دي أن الله خلق لها في الدنيا. الوقفة الثانية إنه يا ناس زول الدين ده أحسن زول في المجتمع، دي معلومة خدوها. لأنه كثير من الناس يلقوكم في الخلاوي وبتقروا وكذي، يقول لك إنتو أقرأ المدرسة يقول لك وعشان تعرفه وغيره يصرفوك من الدين. إنت زول الغلان ده أحسن زول في المجتمع، أحسن زول. ليه؟ لأنه إنت بتطلب في أحسن كلام، ده كلام الله تبارك وتعالى. تكون عزيز قال لك المدرسة أو قال لك تطلع الخال الشغل، قول له لا أنا في أحسن شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده أحسن زول. في تقرأ القرآن طوالي، تحفظ، تسمع للشيخ، تجي بدري، تقوم، تجي تكون نشيط، لأنه أنت قاعد تقرأ في كلام الله يا ناس، الله العظيم، الله اللي خلقنا، ده أحسن كلام، ما في أحسن منه، لا في كتاب مدرسة أحسن منه، لا رياضيات، لا كيمياء، أنتوا أحسن ناس، أحسن ناس في الحلة الناس اللي بيقرأوا القرآن دين. فعشان كده تحافظ على الشيء تمام، تجي تقرأ تكون نشيط، ما تكسل، تجي من البيت طوالي رسالك تقضي مرسالك وحياتك كلها، تجي الخلوة نشيط، تجي بدري تقرأ تتعلم. الشيء الثالث يا ناس إنه تكون عندك من أهداف في الدنيا، تكون عندك هدف تخطو منسي، منسي قاعد تقرأ القرآن، قاعد تتعلم، تخذ عندك هدف. لأنه ربيع بن عامر رضي الله عنه في قصته لما دخل على أمريكا الفرس، دخل عليه كان يعني قوي عنده رسالة، أنا بديكم القصة بمعناه. لما سألوا قال لي تجيتوا ليه؟ سألوا ده الملك كبير بيه ناسه الجيش بتاعه كثير وناسه جنبه، سألوا قال لي تجيتوا ليه؟ قال لي نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد، الناس يعني، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال لي نحن ناس الله رسلنا عشان نطلع الناس ما يعبدوا العباد، لأن في ناس بيعبدوا العباد هنا عندنا في البلد دي كتار. كويس، قال لي بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فبقى عنده هدف قوي، الملك ده زعزع وشغلته جاطط لين شنو زول عنده هدف. في تقرس يكون عندك هدف، هدف خاطئه قدام دار تحققه، إنه تشنو تنقذ الأمة ديل. الليلة فيها أبهاتنا كبار يا ناس ضايعين، لفوا بالقباب، واحد تلقف سيف في التراب، الثاني كان يعتر يا أبونا الشيخ تفزعنا، يا فلان تلحقنا، تلقاه معلق حجبات. في الليلة تناس العلم، تناس الدين، تتعلم تمام. مين ناس تخط فوق بالك؟ أنا داير أقرأ القرآن أحفظه عشان بعدين أنقذ الناس زي من الشرك. طوال تخطها هذه مين ناس هدفك تخطه قدام؟ ليه؟ تقرأ القرآن وتتعلم عشان تبقى داعية إلى الله عز وجل، تنقذ الأمة دي. في ناس الليلة بدعوا الناس للشرك، يقول لك إنابة خطب في البلاد نزيله، قل يا ولي الله إسماعيل، يقول لك تنادي غير الله. كويس، قاعدين في البلد دي، في الليلة تطلب القرآن وتتعلم عشان ترد على الناس زين. طب إلا شغل ده غلط، تنقذ أهلك البيطوفوا بالقباب، البناد تلقى بسيف في التراب، بيعلقوا الحجبات
ديل كلهم توريين الشيء ده غلط. في ناس بيقولوا غير الله منزل المطر، ديل توريم توريم الآيات في القرآن، توريم الله خلقهم يخلصون العبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتكون دي رسالتك في الدنيا، وده ما أريد أن أذكر به نفسي إياكم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.